الأسماء المركبة لا توجد عند العرب. هل سمعتم يوم من الأيام أنه أحد يقول عبد الله عمر الخطاب؟ لا، ما يوجد هذا. أحد يقول هذا؟ لا. إيش تقول؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، صح؟ خالد ابن الوليد، عثمان ابن عفان، وإحنا شو اسمك؟ قال سعود بن مفلح بن صالح بن كذا. لا، ما يقول بن سعود مفلح صالح، خطأ. عند العرب تقول محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، نعم هكذا ابن. فأدخلوا للعرب أسماء من باب التبرك، تصوف. أي ولد عندهم يولد يسموه ماذا؟ محمد، محمد سعيد، محمد صالح، محمد موسى، محمد حسن، محمد حسين، كل الأولاد محمد، محمد يحيى. وفي دول أفريقيا يسمي الأولاد، كل الأولاد محمد، محمد أول، محمد ثاني، محمد ثالث، محمد رابع. والله تحصل العيلة كلها محمد، محمد أول ابن محمد ثاني ابن محمد ثالث ابن محمد عاشر. تضحكوا؟ جاءتنا هذه الآن أسماء مركبة، ولهذا منعت عندنا أسماء الحمد لله مركبة، ما عندنا اسم مركب.